كاين اعمال اللي انا صورتها مي راكي عارفه على لا ديفيزيون كتبقى الاختيار ديال لا ديفيزيون كيبقى القنوات الوغ بوغ مو جو با دير مي كنتمنى ان شاء الله يقدر يكون صوفيا سي ان بيرسوناج اللي ماني ما غادي ننساه ما فريمون بوكو ماركي باسكو ما انا ما قريبش لي ديك بيرسوناج ديك البنت انا ماشي بحالها انا ما كنسوقش بزاف الماكياج ما كنسوقش بزاف حتى الراجل في حياتي الا كنا فاهمين مرحبا ما كناش فاهمين ولا شي حاجه ما غاديش نشوف بان حياتي عبر النافذه ديالو هو سا سي امبوسيبل دونك اما نكونوا بجوج بينا راضيين مع بعضياتنا الا كنتي ما بغيتيش ما عنديش مشكل الوغ داك لو بيرسوناج خدا مني تماره هادشي باش ماركاني باسكو كنت كنضارب مع راسي باش نخرج مني شي حوايج اللي انا ما فياش ونجرب مره اخرى كيفاش تقدر تعيش بهذوك لي ديتاي فوالا دونك بغيت حياء وكذلك الشغل ديالي مع بزاف الممثلين اللي هما ممثلين تبارك الله في الساحه عندهم بلاصتهم عندهم كلمتهم لو سيناريو كان سيناريو كبير مكتوب بواحد الطريقه متقونه كيناقش مواضيع اللي هما مواضيع في المجتمع ديالنا المغربي الوغ سيتي ان كرون ترافاي دونك الحمد لله اللي الجمهور المغربي عجبو كنا راضيين بهذا النتيجه الحمد لله تي بو با سافوار كتحسي بهاد لي ديتاي في حياتك تحسي بهم سي نورمال تحسي بشي واحد كيعجبو ماشي حاسدك كيعجبو لو طون كاركتير كيعجبو النجاح الحمد لله اللي وصلتي ليه واخا باقي الطريق بعيده ميرسي ما شيري واخا الطريق باقا بعيده مي تي بو با سافوار الداخل ديال الناس والادميغ ديال الناس والراس ديال الناس عمرك في الدنيا ما تعرف شنو كيدور فيه فوالا مي كتحس كاين احساس ماشي ما كنبغيش شوف مثلا كاين شي حوايج كيخرجوا لك كيخرجوا على يديك بحال مثلا مون هيستوار افيك ناصر وهذا الوغ طونك كنا كنتصوروا بجوج بوست دي فوتو انصامبل الوغ هادشي شويه خلق واحد التساؤل عند الجمهور المغربي انا بالنسبه ليا التساؤل جا من حبهم لينا باسكو كيبغيونا وكيتفرجوا فينا ودخلنا لقلوبهم ودخلنا لبيوتهم مي بصح انا حياتي مثلا مي بروبليم عندي مشكل انا مثلا كنحس بنفسيتي ما مرتاحاش كاين دي تروك ما نبغيش نعطي بزاف ديال لي شوز نيجاتيف للبوبليك ماروكان باسكو نبغي نعطيهم شي حاجه فيها تفاؤل فيها الطموح فيها الاهداف بو موا سي سوفيزون دا كنهنى فاطمه زهراء الحرش على الزواج ديالها ما قلتي تهنئه تفكرتها اي كنقول الجمهور ديالنا المغربي كنقول لها ميرسي بوكو على المسانده ديالك ديما لينا والبيرسوناج ديالي والابداعات اللي كنحاول نقدمهم لكم فريمون بكل حب وبكل صدق جو فوزيم والله يخليكم لينا فوالا.